هلا بداية أنا خرجت من جامعة إدلب عام 2013، كنت معلمة لغة إنجليزية، اشتغلت بمجال التدريس تقريبا شيء 4 سنوات، وبعد مجال التدريس انتقلت لمجال حماية الطفل. بعد شغلي بمجال حماية الطفل انتقلت لشغلي بمجال الإعلام، وجهت اختصاصي لتصوير الحالات الإنسانية بالمخيمات، تسليط الضوء على النساء الأرامل، النساء المطلقات، النساء المهمشات بالمجتمع. هلا في كتير صعوبات بتواجهنا بالعمل، من حيث مثلا المواصلات، التنقلات، بحكم انه نحن كنساء يعني صعب علينا نتنقل من مكان لمكان بأريحية، وخاصة عم بحكي انا بالنسبة للمرأة الصحفية. وبالنسبة للمجتمع، هلا في كتير نقد بيجينا من المجتمع، بينظر للمرأة النظرة الدونية، انه هي المرأة بس للبيت، بس للشغل، بس للطبخ، ما بصير تطلع، ما بصير تفوت. بظل الثورة بسبب كثرة النساء الأرامل، صارت المرأة تطلع لحتى تعيل أطفالها، يعني المرأة الأرملة اللي ما عندها معيل يعني صارت تبحث عن عمل لحتى تكون هي الرجل والمرأة بنفس الوقت. بداية هلأ المجتمع كان يرفض هاي الفكرة إنه المرأة تطلع تفوت تشتغل، ولكن هلأ صار في تقبل. يعني صحفيات السوريات بما أنه بلشوا بواقع مرير، بلشوا من بظل الثورة، بظل الألم، بظل النزوح، بلشوا عملهم، فهني رح يكون في لهم مستقبل جيد، ورح يحققوا طموحاتهم والشيء اللي بيطمحوا له. كل صحفية عم تكون هي الأم، هي الأب، هي الأسرة، هي كل شيء، عم تقدم أي شيء ولو كان بسيط للمجتمع، فهي تستحق التقدير والاحترام.